احد الحاجات برضو اللي احنا بنعمل فيها ليبلنج هي الباكجينج. يعني جزء بتاع الباكجينج لما احنا بنحط الجهاز بتاعنا في العلبة بتاعته عشان يتشحنه مثلا لمكان تاني، الليبل اللي احنا بنحطه على الباكج ده في غاية الأهمية علشان يضمن وصول الجهاز ده بشكل سليم للمكان اللي هو رايح له. فمفروض يبقى الحاجات الأساسية اللي نحطها على الليبل دوت، لازم نحط البرودكت والموديل نيمز ونيم اوف ذا بيزنس ادرس اوف ذا مانيفاكتشر، وبنتكلم على الباكر مين اللي فعلا يعني عبى الجهاز ده في الباكجينج بتاعه، والديستريبيوتور بتاعه لو انا بتكلم مثلا ان انا جهازي مشحون مثلا لمكان بعيد والمسؤول عن الجهاز هيبقى ديستريبيوتور. اوكي، ولازم نحط طبعا الشيبنج والستورج ريكويرمنتس علشان ما يبقاش في عندنا اي مشكله في التعامل مع الباكج نفسها. يعني مثلا هنا الليبل ده معناه ان هو ما يتعرضش مثلا لميه، هنا ده معناه ان هو بريكابل، ممكن مثلا نحط ده مثلا معناه ان احنا بنتكلم على ان هو لازم يتحط ابرايت بالشكل ده كده. الليبل دوت معناها ان احنا عندنا في ماكسيمم درجه حراره وفي مينيمم، ما يتعرضش درجه حراره اكتر من كده. يعني في حاجات عندنا في برضو مجموعه من الستاندرد سيمبلز بالشكل ده كده بالنسبه للباكجينج بتاع الاجهزه دي، ستاندرد برضو موجوده في نفس الستاندرد اللي انا كنت بكلم عليه من شويه. والحقيقه فيها بعض الحاجات اللي ممكن تكون اضافيه زي مثلا سنه الانتاج بتاعتي، ممكن تبقى الشهر والسنه بتوع الانتاج المفروض يكتبوا هنا. طبعا ممكن يبقى الجزء بتاع التمبرتشر ده، لو الجهاز بتاعي له upper temperature ما يقدرش يعني ما يعلاش عن درجه حراره معينه او ما يقلش عن درجه حراره معينه، يعني او يبقى عنده رينج كده من درجات الحراره لازم يبقى موجود فيهم، برضو ممكن ان انا اتعرف عليهم. ففي انواع كتيره من الليبلز برضو لازم احطها على الايه، على الباكج، عشان برضو قبل ما الجهاز يوصل خالص للمكان بتاعه يوصل يعني بشكل سليم، يبقى التعامل مع الباكج بتاعه الجهاز الطبي يبقى تعامل سليم علشان نقدر نوصله ما يبقاش في اي نوع من انواع الدمج.